أني ثامر ابن جبار الرهيف، أسكن منطقة الأنوار بحي التجاوز. أني أعاني من الحياة. فأصلح دراجات، أصلح غسالات، أصلح غرف نوم، أشيد. فشوية تعب الأمور يعني. أنا رجل متزوج وعندي طفل واحد ما يقارب 13 سنة عمره. فجاي يعني بطل حتى من المدرسة، والحمد لله أشكر يعني قوة جاي بها على الحياة هاي. فصار لي قلت لك 14 سنة أشتغل فيه، ترى علمني فد ولد اسمه جلال من أهل الزهراء. كنت أروح يمه أقول له هاي شنو الحاجة، هاي شنو الحاجة. فأنا ما شايف الدراجة قبل، ما يعني هسه وبعد ما يعني ما أشوف يعني هل أشغلها وهاي، بس ما أشوفها شنو يعني، بس بالاسم دراجة. فكل شيء أشتغل أنا دراجات، أي نوع، أربع جير أو سبيسي أو أوتوماتيك، كل شيء أشتغل. والله أني هسه بشغلي هذا حتى ما عندي مجال أشتغل بالبيت، ولا عندي إمكانية أفتح لي محل. ثامر ضرير، صيانة دراجات وصيانة غسالات وصيانة كناتير أو غرف أخشاب، أخذ من عنده. مرات أنا فيتر صير علي لود، أدز الدراجات عندي زيادة أدزن الثامر. ما شاء الله ما فد يوم ما حد شكالي من عطل من يمه، ما فد يوم ينساله شيء، وخير من الله. هو ضرير سبحان الله.